في ناس كتيرة ممكن يكون عندها موهبة أو فكرة وتفضل مستنية الفرصة عشان تحقق اللي عندها، وفي ناس ما بتستناش، هي اللي بتصنع الفرصة، هي اللي ممكن تصور مسلسل من 4 حلقات كوميدي وتنزله في رمضان بميزانية ما تزيدش عن 20 جنيه فقط لا غير، ويبقى فيه تترات وأغاني ونجوم وضيوف شرف. يعني مسلسل صحيح، مسلسل كوميدي صحيح، فكرته مطرقعة وغريبة، إنما أخدوا الخطوة. 4 حلقات عن قصة بسيطة جدا، مفيش أبسط من كده. واحد بيحب بنت اسمها آية، آية حبت واحد تاني، على فكرة هو مش فارق معاه آية أصلا، الموضوع مش هو لسه بحبهاش، بس عايز يدور هي عرفت مين عليه. هم نفسهم صناع العمل بيقولوا يعني هي قصة اللاشيء، بس عملنا منها كوميديا أو طريقة مختلفة، مصورين بكاميرا الموبايل، كل الحاجات معداتهم، مفيش ديكورات، كله في بيوتهم وبيوت أصحابهم، تجربة مختلفة. اللي حببنا فيها واللي خلانا نتحمس لها مش بس الشكل النهائي والمنتج النهائي اللي طلع، إنما حماس صناعها وقدرتهم على اتخاذ القرار، إحنا هنعمل ده دلوقتي حتى لو مفيش ولا منتج متحمس لنا. ايه يا صاحبي؟ مين اللي صاحب ايه؟ هو انت عرفت منين؟ فريده صاحبه اختي بتقول ان هي شافته من البحر. سمعتها بتقول له شكرا على كل حاجه يا ميدو. احنا هنا مستنيين مين؟ انا عرفت مين اللي صاحب ايه. بعدين انت فارق معاك ان هي صاحبه ولا فارق معاك صاحبه مين؟ عايز مني ايه؟ عامله لك بلوك من كل حاجه. وصلوا ازاي بقى؟ قول لي الواد ده شكله بيدور عليك وعارف انت مين. ايوه اقول ازيك كل يوم ازيك. يا مرحبا بالاقصى. ايه اللي انتوا بتدوروا عليه من اول المسلسل؟ ايوه ما تدوروش عليها تاني، انسى ايه يا ادم. الموضوع شكله قلب بجد يا ادم، كل شيء كشف وبان. نفسي تفهم ان انا ما اعرفش مين ايه دي. يا قدامك نص ساعه بالعدد، لو ما جبتش الحاجه قطب هيموت. وهي دي النهايه. مين اللي صاحب آية؟ مين صاحب آية؟ صناع التجربة سيف زهران، عمر شرقي، والجميلة ندى موسى. عمر شرقي انتوا مجانين، اتفضلوا. مين صاحب آية؟ شكرا. سيف زهران، عمر شرقي، وندى موسى. هتصدقونا لما نقول لكم ان احنا فرحانين جدا بالتجربه. يا نهار ابيض، مع ان هي مطرقعه جدا بس هي الحقيقه بتقول كتير عنكو كاشخاص. انا كنت بقدم بقول انه اللي احلى من المنتج النهائي هو حماسهم، هو قدرتهم ان هم ياخدوا القرار. احنا هنعمل ده حتى لو ما فيش ولا منتج فيك يا مصر يشتغل. احنا هنعمل ده، احلى حاجه، ده اللي حمسني. ده حقيقي. ايه اللي انتوا عملتوه ده؟ يعني حضرتك قلتي اللي احنا كنا عايزين نقوله، احنا ما استنيناش، يعني قلنا فكره وعجبانه وليه ما نعملهاش. ده بالظبط ده السطر يعني اللي خلانا نعمل الموضوع ده. انت اصلا كونتنت كرييتر وبتعمل، بتشتغل في الاعلانات وبتعمل في البرامج. عمر احنا شفناك في حاجات كتيره، في اعمال كتيره حلوه جدا، واخرها واكثر تميزا بين السطور. يعني بس ما كناش عارفين ان انتوا عندكم العناد ده. يعني ندى واخده خطوات جميله في التمثيل طبعا. مش بس في التلفزيون، انا شفتك على المسرح يا ندى. والله شكرا، كنت هايله. شكرا، كنت هايله على المسرح، فاجئتيني وقد ايه موهوبه. شفتك في المشوار، البحث عن علا، حاجات كتيرة جدا يعني هنتكلم فيها بعدين أكيد. إنما حضراتهم قالك في واحد، هم الاثنين عاملين التأليف والإخراج والتمثيل والمونتاج والإنتاج، بس ما جابوش بريك. والله ما والله ما أتكلم. طيب قولولي كده، أنتوا فعلا أنتوا المنتجين والممثلين والمؤلفين والمخرجين والاديتورز والمنتجين. استاذه منى انا بحب حضرتك جدا، انا ما لحقتش اقول لك بالظبط. انا دخلت على، والله بحب حضرتك جدا. شكرا. وبجد انا مبسوط جدا ان انا موجود مع حضرتك في البرنامج. يعني كان دايما بالنسبه لي حاجه نفسي اكون قاعد في الكرسي ده من زمان جدا. الكرسي هو اللي في انتظارك، الكرسي هو اللي مستنيك. نجحت؟ صعب صح. هو بص هو كده كده يعني الواحد بيتصرف يعني، فاهم؟
مش فاهم. يعني هو بقى صعب اليومين دول، بس حتى لو مش محقق حاجه هتمحور الدنيا ان اي حاجه انت عملتها ده نجاح، فاهم؟ والله ما فاهم. يعني تبقى ما عملتش حاجه في حياتك خالص ناجحه، واخد امبارح بوليت استيميشن صدفه اصلا، تقعد بقى تلف في خيوط الدنيا كلها ان كان كل الصوت اللي في حياتك ده كانت اسباب، وكنت بتنام على الرصيف عشان تاخد بوليت الاستيميشن، وتستنى بقى فريق اعداد مدام منى الشاذلي يكلموك. ولو ما كلموكش مين دول؟ اعداد منى الشاذلي هيكلموك طبعا. احكيلك قالوا لي ايه لما كنا بنتكلم عشان مين؟ احنا عندنا برنامج بتاع منى الشاذلي هو بحبها قوي. هو اختصارا يعني هما بيمثلوا، بس هما بيتفقوا هما بيمثلوا معاك كمشاهد ان انت عارف ان هما بيألفوا وبيخرجوا على الهوا يعني بيظبطوا السكريبت، يدخل عليهم حد يقول لك معلش احنا هنعيد من الاول. انتوا لعبتوا كده تركية مع الجمهور. هو والله يرجع برضو الفضل لسيف بصراحة. سيف اللي مألف كل حاجة، وسيف كان فكرته من الاول هو اللي كان عايز يعمل المسلسل ده لسبب ما. هنحكي. اوعى تقول لي ان انت كنت بتحب واحده اسمها ايه. لا خالص، بحب واحده اسمها ندى بصراحه. لا لا بهزر لا ما كملوش علاقه بيها. يعني مش لا لا مش قصه حقيقيه. المسلسل ما ينفعش يتقال عنه ماخوذ عن قصه حقيقيه. يعني الكلمه دي تقيله قوي. بس عادي يطلع منهم يعني فعلا. طب هم شخصيتهم اي حاجه عادي يعني. وحياه ربنا انا ساعات ببقى غيرانه كمان من الباشن بتاعهم، فقلت طب خلاص يلا انا معاهم بقى. ازاي اقنعوكي واقنعوا هشام ماجد واقنعوا كريم فهمي اقنعوا ناس كتير؟ انا عارف ازاي دي الناس كلها اقتنعت مسلسل يا جماعه وتترات واغاني. يعني تحس ان في مجهود. اغنيه حلوه قوي اغنيه. ايوه اقنع بقولكوا الفكره ازاي. والله انا ما لحقتش. قالوا لي ما عايزيني، قلت لهم طيب مش فاهمه. أيوة. احنا مش عارفين. وفعلا كل الناس كده يعني احنا مش عارفين هم وافقوا ليه لحد دلوقتي. والله ما نعرف مبدئيا. بس انا برضو ما لحقتش اقول لحضرتك انا بحب جدا الاستوديو حلو قوي. يعني انا اشكرك يا سيدي. فالقعده شرف. وبعدين قبل ما اجي لحضرتك فتحت وقعدت اشوف الكنبه عامله ازاي عشان اشوف قعدتي، بعدين لقيت كرسي فالقعده مش عارف. ده يجيب لك الكنبه. لا 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 تمام تمام. يعني ميزك غلط. درست القعده غلط. احنا عندنا بدل الكنبه اتنين يا فندم. ده في القعده مع حضرتك والله. عارف الانتاج بقى. انتاج سخي. انا بدايه اجيب كنبه. كل حاجه اتنين. الحقيقه ان احنا من زمان انا وشاري نفسنا نمثل، وخدنا ستابس. هو طبعا ما شاء الله شاري سبق دلوقتي لسه زي ما حضرتك بتقولي عمل مسلسلات زي بين السطور والسفاح وحاجات كتير ليتلي يعني. فاحنا يعني القصه عشان اختصرها لحضرتك، ليه المسلسل ده اتعمل؟ انا في فتره في حياتي انا اتجهت للكتابه بشغلي، وكتبت في ضمن فريق الكتابه بتاع برنامج قبل فايتة اخر سيزون. ايوه. وبقى موضوع الكتابه ده حاجه زي سايد جوب جنب الحلم بتاعي اللي هو التمثيل، فبقت ايدي ماشيه في موضوع الكتابه. بعدين حصلت لي فتره وحشه في حياتي، فكنت عايز اشغل نفسي في حاجه. فالحقيقه برضو في ناس كتير جدا عايز اشكرها يعني وقفت معانا من الاول، يعني منهم احمد حاتم هو صديقي واخويا. فبعد الفتره الوحشه دي هو ما كانش عايز يسيبني فيها، فشجعني ان انا اكتب. وانا كان في فكره فيلم بتاع صديق ليا اسمه طارق شعبان، من سمعت عنها بقالي كتير قوي وعايز اعملها. فحاتم عشان يساعدني راح قال لي اكتب الفيلم. قلت له بس يا حاتم الفيلم ده فيه ثلاث شباب ابطال، وانا بصراحه عايز اعمله يعني عايز امثل فيه وعايز شرقي يمثل فيه، فاحنا عايزين حد ثالث. فحاتم عشان يوقف معايا قال لي انا همثل الفيلم ده معاك. ايه اللطافه دي؟ قلت له دي بصراحه لازم. وهو بجد انسان سبورتيف جدا واقف جنبي في كل حاجه يعني. فقال لي قلت له يا حاتم انت يعني ما شاء الله انت نجم، يعني ايه اللي هيخليك تعمل كده؟ هو ما قالهاليش صراحه، بس كانت باينه عليه ان هو عايز يساعدني فيه. شلقاني اخر واحد اتوقع منه الحركات دي هو انت يا شلقاني. بيجري كده وبيتنطط بيعمل حاجات غريبه. انت عايز مني ايه يا ادم؟ انت اللي عايز مني ايه؟ اعتذرت لك بدل المره 100 وقلت لك ما كنتش اعرف انك بتظبط هند. ونانسي اعتذرت. ريم اعتذرت. ساره طاره يارا سميحه سميحه دي اللي لازم تعتذر.
ايه الاسم؟ مش ذنبي يا شلقاني ان كل البنات لما بتشوفني بتسيبك وتجيلي. واسعة دي شوية. تبقاش رخم بقى، ما هو عدها خلاص. مشينا في ستابس كتير انا وطارق وكتبنا الفيلم وخلصناه، وبعد ما مسكنا السكريبت حاتم خدني ورحنا قعدنا مع بروديوسر وعرضنا عليه الفيلم. منتج. عرضنا عليه الفيلم، فهو سمع الفيلم عجبته القصة وسألني سؤال في الميتنج مهم جدا. قال لي هو انت ليه حاطط نفسك في الفيلم؟ فانا سألت نفسي السؤال، انا ليه حاطط نفسي في الفيلم؟ انا الناس عارفة عني ايه؟ زي ما حضرتك بتقولي احنا ناس نعمل كونتنت ومش باين على البلاتفورم بتاعتنا احنا عايزين نعمل ايه قوي. فقلت فعلا هو ليه. وبعدين سألني قال لي وليه شريف في الفيلم؟ فقلت برضو ده سؤال فاليد جدا، ليه في الفيلم؟ بعد ما نزلت من الميتنج كلمت شري، قلت له شري احنا حصل كذا كذا كذا، وبصراحه هو سال سؤال فاليد فعلا، احنا وجيه سؤال وجيه بالظبط. فتعال نقول احنا ليه في الفيلم، احنا عايزين نعمل مسلسل. فقال لي مسلسل ايه؟ قلت له هقولك. فعلا قفلت بعديها بقد ايه. حاسس ان انت ما عندكش الاجابه الانتاجيه المقنعه بالنسبه له، انما انت مقتنع بفكره ما وانت عارف انك تقدر تنفذها. وطلع ساعتها مين لصاحب ايك. وهنا ادم وقطب قرروا انهم يعملوا. ازاي انا معلم على الجمله؟ والله لسه لازم تقرا عامه. طيب كملوا كملوا ماشي. شاكك مين؟ خش بقى. طب بذمه اهلك كلمه مين دي فرقت ايه بقى في الدراما؟ وهنا ادم وقطب قرروا انهم يعملوا كل حاجه عشان يعرفوا مين اللي صاحب ايه، مش عشان ادم لسه بيحبها ولا عشان قطب فارق له انتيم صاحبها الجديد، عشان يعرفوا مين اللي صاحب ايه. ومين المتخلف اللي كتب المسلسل ده؟